صور خاصة لولي عهد الأردن وزوجته الأميرة رجوة تثير الجدل بالرواد مواقع التواصل الاجتماعي. انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر صور خاصة لولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ابن الحسين الهاشمي وزوجته الأميرة رجوة بملابس البحر على أحد الشواطئ، والمرجح أن الصورة بترجع لعطلة شهر العسل اللي قضها العروسين الفترة الماضية، لكن بسبب ظهور الأميرة رجوة زوجة ولي العهد بملابس بحر مكشوفة بالصور التي تم التقاطها عن طريق باباراتزي. وحصل جدل واسع بالرواد مواقع التواصل الاجتماعي، وانقسمت آراء رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفريقين. فريق عمل هاشتاج للدفاع عن الأمير وزوجته واحترام خصوصيتهم وحياتهم الخاصة، وكمان شافوا إنها مؤامرة من ولي العهد الأردني، والفريق الثاني عبر عن استياءه من الصورة وشاف إن الأميرة بتعيش بطريقة غير لائق وطباع المجتمع الشرقي، خصوصا إنها سعودية الأصل ومن مجتمع بيميزه اللبس المحتشم ودايما بتظهر أمام الكاميرات بملابس محتشمة، وده معناه إن حياة الملوك والأمراء اللي بيتعمدوا يظهروا بيها في الإعلام قدام الناس غير حياتهم الحقيقية اللي بيعيشوها بعيد عن الكاميرات، اللي عكس كده خالص، يعني حياة مزدوجة بمعايير مزدوجة. وتحت هاشتاج كلنا ولي العهد الأردني وهاشتاج ادعم الأمير حسين غرد متابع وقال دعم كبير لسمو ولي العهد من أبناء الأمة وأخوه الإنسانية عبر العالم لرفضهم محاولة الانتقام الخسيسة باقتحام خصوصيته بصورة غادرة من عديم المروءة الذين تشابكت خيوط فتنتهم كالعادة مع الأعداء. وغردت متابعة وكتبت أود أن أعبر عن اعتراضي الشديد بشأن نشر صور حضرة صاحب السمو الملكي الأمير الحسين وحرمه في شهر العسل. نحترم خصوصية سموهما وحقهما في الحياة الشخصية، فالحفاظ على الخصوصية حق مشروع للجميع. كمان علق مغرد وقال شريف قرشي هاشمي الحسب والنسب وابن ملوك وارث عن وارث، لا يزعزع مكانته وهبته حقد حاقد أو قلم مأجور أو عدسة متجسس. وتغريدة تانية اتكتب فيها اقتحام خصوصيات الغير بهذه الطريقة البشعة أمر غير مبرر أبدا ولا يجوز في كل الأعراف والأديان. وانهال تحت الهاشتاج الآلاف التغريدات اللي بتنادي باحترام الخصوصية للشخصيات العامة، لكن ده ما منعش من رد الفعل المعاكس للرأي الآخر. فتحت نفس الهاشتاج على أحد المغردين وكتب تصرفات غير لائقة من أمير عربي مسلم لدولة عربية لها عادتها وتقاليدها. كمان علق مغرد تاني وقال الدين والقيم والعادات للعامة والفقراء، أما الدنيا والمتاع والحرية فللملوك والأغنياء. وعلقت المغردة التي نشرت الصور وقالت الشخصيات العامة وخصوصا الحكام اللي بيتحكموا في مصير شعوب وحريتها ويطبقون على العامة العادات والقوانين البعيدة كل البعد عن حياتهم، يقولون ما لا يفعلون، بأموالنا يعيشون أفخم أنماط الحياة ويتمتعون بكل صغيرة وكبيرة في دنياهم، تاركين الفقر والجهل والتغيب والتجهيل والعنف والقابلية والذكورية والأبوية للشعوب. وانت كمان شاركنا برأيك مؤيد ولا معارض لاحترام الحياة الخاصة للجميع بما فيهم الشخصيات العامة والملوك والأمراء والرؤساء.